أهلا بكم أعزائي متابعي قناتي، معكم عبد الله شطاع، طالب علم حاسوب مهتم بالأنظمة الذكية والتقنية. بهذا الفيديو راح نحكي عن الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف شات جي بي تي. أول ذكاء اصطناعي يستطيع أي شخص استخدامه بشكل فعلي. تعاملنا كثير مع الذكاء الاصطناعي من خلال تليفوناتنا أو الأجهزة الذكية أو المتصفحات الذكية زي الجوجل والسيري والبيكسي للسامسونج. والكل أكيد عنده فكرة عن هذا المصطلح العلمي للذكاء الاصطناعي، واحتمال كثير أشخاص حالياً قاعدين يجربوا شات جي بي تي بس لسه ما يعرفوا شو قيمته كبرنامج كذكاء اصطناعي. بداية راح نشرح كل إشي من الألف إلى الياء وكل هو مفهوم مفيد بخصوص هذا البرنامج. أنصحكم بتابعة الفيديو لأنه راح يكون البرنامج جداً جيد، بالإضافة راح يكون عندنا كورس ثاني كيف نستطيع الاستفادة من شات جي بي تي من خلال استفادة مادية بحيث أنه نطلع مصاري من وراه. شات جي بي تي ليس أي برنامج، هو مش برنامج قاعد يبحث عن الإجابة على الإنترنت ويعطيك إياها، هو ذكاء اصطناعي كامل، أي يعني زي كأنه شخص يفكر ويجاوبك يعطيك الجواب مباشرة، عنده المعلومات الكافية أنه يقدر يعطيك أي معلومة أو أي جواب. رايحين نقدر نستخدمه بكثير شغلات. أولاً أول إشي لازم نعرفه أنه تفتح على موقع اسمه openiai.com، بعدين تعطي تراي شات جي بي تي، اذا مش مسجل بالموقع تعطي ساين اب وراح تسجل بالموقع. نقدر نعطيه continue with جوجل، continue with مايكروسوفت اكاونت، خلينا نعطيه continue with جوجل. زي ما احنا شايفين حاليا يتم التحقق لانه هذا البرنامج معرض لأنه يتعرض لهجمات دوس أتاك أو أنه ناس تحاول تعطله، بالإضافة لكثير ناس قاعدين يستخدموه. فتحط هون رقم التليفون تبعك ومعلوماتك الشخصية وكل إشي، ومجرد ما تسجل عليه راح يفتح عندك البرنامج. زي ما إحنا شايفين على اليسار راح نلاقي المواقع أو الشغلات اللي سألنا عنها بحيث أنه يجاوبنا عليها، ونقدر نرجع لها بأي وقت عشان نفتحها ونشوف الشغلة اللي كنا قاعدين ندور عليها. إذا نعطيه Clear Conversation مباشر راح يشطب كل القائمة اللي عندنا، وهذا الإشي ما بدنا إياه إلا في حال أنه أنت في ما بدك أي معلومات ثانية من الأشياء القديمة. نقدر نستخدم الأبجريد بلس يكلف $20 بالشهر، بالإضافة للدارك مود أنه يصير عندك زي هيك Light مود ودارك مود. الابديت والاف كيو هذول عشان بعض الشغلات تساعدك في حال انه حبيت تعرف شغلات اكثر عنه. طبعا عندنا شيت كود راح نعرف اكثر عن برنامج شات جي بي تي باللغه الانجليزيه. هنا احنا كاتبين له اكتب لنا فقره بدايه لقصه لغز، يعني بدنا بدايه تبعت قصه لغز انه كيف نبلش بالميستيريوس نوفل تبعتنا، الرواية تبعتنا هاي تبعت الغاز أو الغموض، بدنا إياها تكون واضحة لنا، فبدنا فقرة بداية لأنه أنا مش جاي مثلا على بالي أي شيء. فإحنا كتبنا له write an intro paragraph to a mystery novel، أكتب بداية فقرة لقصة غموض، رواية غموض. هون هو كاتب لنا إياها بالكوما بكل إشي، يعني زي ما أنتم شايفين فصلها تفصيل إشي جدا رائع بالنسبة لاستخدام الأفعال القواعد كله 100%. ما شاء الله. فهنا واحدة من الشغلات المفيدة زي ما احنا شايفين هنا نحكي له مثلا انه انا في عندي كلمة ببالي Apollo 11 landed on the moon on July 20, 1969. يدلي صيغة الجملة هاي، وهذا الاشي كثير يفيدنا بالأبحاث العلمية انه كثير نلاقي شغلات اقتباسات فنقدر نحولها لهنا ونقدر نستفيد منها بحيث انه يعطينا صيغة جديدة للكتابة، اشي ما كانش مكتوب قبل. زي ما احنا شايفين عادلنا اياها on July 20, 1969 the Apollo 11 mission successfully landed in the moon. هاي واحدة من الاشياء. زي ما احنا شايفين هون كتبنا له اكتب لنا جدول يبين لكم create a column table where the first column continues the stock curve symbol for Apple, Google, Amazon. زي ما احنا شايفين يحكي لنا اعطينا جدولين اسم الشركة بالاضافة للشعار تبعهم stock ticker symbol. زي ما انتم شايفين اعطانا اياه 100% جدول مرتب زي ما بدنا اياه. طبعا
ما تكتفي إمكانياته لها. يعني بإمكاننا أكتب له زي هنا أكتب لنا كود أو show me how to make an HTTP request in Python. طبعا كمان يساعدنا بكتابة الكودات أو تصليح الأخطاء بالكودات اللي موجودة عندنا كطلبة علم حاسوب. فهون في شغلات كثير مفيدة لنا عشان نعرفها ونتعلمها. طبعا شات جي بي تي ما تكتفي إمكانياته بس باللغة الإنجليزية زي ما احنا شايفين هون. رحين نكتب له سؤال باللغة العربية. زي ما احنا شايفين اعطانا الجواب باللغة العربية بشيء منسق ترتيب. طيب شو نقدر كمان نستخدمه زي هيك؟ شو نقدر نعطيه اسئلة؟ يعني احتمال انه هذا السؤال كان محفوظ عنده فعشان هيك جاوبنا عليه. طيب شو في شغلات نقدر نسأله اياها افضل؟ زي ما احنا شايفين كمان اعطانا الجواب. طيب شوف يعني فقرة نقدر مثلا نكتبها. زي ما احنا شايفين كتبنا له اعد صياغة الجملة السابقة. على الرغم من ان احمد طالب متفوق في الصف الا انه كسول في الذهاب الى المدرسة حيث يشعر بالتعب وصعوبة في الاستيقاظ صباحا للذهاب الى المدرسة. زي ما انتم شايفين هون روعة الـ AI الذكاء الاصطناعي او شات جي بي تي انه مش بس يصلح لك الاخطاء الاملائية لا كمان يصلح لك قواعديا ولغويا بالإضافة أنه يحط لك الفاصلات النقاط يعني كل شيء إشي يجي مرتب. وهذا الإشي جدا راح يساعدنا بالمستقبل وللأسف له جانب سلبي اللي هو راح يخلينا كأشخاص جدا مهملين بالكتابة. طبعا هذا أول فيديو راح يكون لنا عن الذكاء الاصطناعي وإن شاء الله راح ننشر فيديو ثاني راح نكمل المواضيع تبعت الشات جي بي تي بحيث نغطيها كاملة قبل ما نبلش كيف نقدر نطلع مصاري من الشات جي بي تي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تعملوا سبسكرايب زائد لايك وكومنت على الفيديو في حال في عندكم أي استفسار. سبسكرايب يا غلا.